أربع سنوات على الحراك المبارك الأصيل، الجزائر تشع في العالم وترنو إلى المستقبل بثقة. حراك أثار رياح أمال كبيرة في البلاد، نشأت عنه جزائر جديدة ضامنة للحرية والديمقراطية. جزائر عادلة ومستقرة، كان هذا بالضبط ما أنجزه الرئيس تبون. وفي فترة زمنية وجيزة للغاية انتقلت البلاد إلى استعادة دولتها ومؤسساتها من حكم العصابات الاستبدادي المؤدي إلى المجهول إلى الإدارة الشفافة والحديثة لشؤون الدولة. الرئيس تبون الذي بدأ حراكه بعملية تطهير كبرى والقطيعة مع البيروقراطية مصدر جميع الشرور، وأيضا مع كل ممارسات الماضي البائد، بعد أربع سنوات على الحراك المبارك كل المؤشرات خضراء. لم يعد الاقتصاد متدهورا ولم يعد الشباب مهمشا بعد أن استعاد كرامته بفضل ما توفره آليات الحماية الاجتماعية والتشغيل المخصصة له، وما أتيح له من إمكانيات لإنشاء مؤسسات ناشئة. قبل الحراك كان الشباب يطالب، أما اليوم فهو مبدع. الجزائر كانت قبل 22 فبراير و12 ديسمبر 2019 ضعيفة للغاية وفقدت سمعتها الدولية. وبعدما استعاد الحراك والرئيس تبون نفوذها الدبلوماسية، أصبحت الآن تحتل مكانة جيدة جدا على الساحة الدولية. الآن ينبغي علينا جميعا أن نشيد بهذا الشعب العظيم الذي أنقذ الجمهورية وأعطى درسا للعالم أجمع في الهدوء والوعي والمواطنة والديمقراطية. انتخابات رئاسية شهدت اختيار الشعب للمرشح عبد المجيد تبون وبرنامجه الطموح الذي يلخصه 54 تعهدا. الرئيس تبون وبفضل إدراكه لجميع التزاماته على أرض الواقع، فإنه بصدد إحداث تغيير جذري للجزائر، الأمر الذي أكسبه احترام شعبه بالكامل. يطمح للعيش في جزائر جديدة في سلام وقوة وازدهار. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.